أهلا بيكم في برنامج رمضان في العالم اللي بنتكلم فيه عن أغرب عادات الشهر الكريم في العالم كله. والنهاردة إحنا في جزر القمر. أول ما يدخل شعبان بيبدأوا يعملوا حفلات الجواز اللي مأجلينها بقالهم سنة، فبيبقى موسم كده. زي ما تفتحي الفيسبوك تلاقي كل أصحابك اتجوزوا وما فضلش غيرك أنت والمروحة. وفي شهر شعبان بيبدأ الناس يزودوا من الصلاة في المساجد استعدادا لرمضان. يوم 29 شعبان ومن قبل الغروب الشعب كله بيقف يبص في السماء، واللي يشوف الهلال الأول بيدوله لقب مميز طول شهر رمضان. وأول ما يظهر الهلال الأطفال بقى بيبدأوا يصيحوا كده بلهجتهم المحلية ويقولوا ظهر هلال رمضان. أول رمضان بقى بيروح السكان للشواطئ ولا كأنهم في المعمورة مثلا، بيمسكوا مشاعل النار المتلألئة كده وبيبدأوا يغنوا ترانيم، والطبل بقى يشتغل إذانا بقدوم شهر رمضان. والسهرة على البحر بقى في الجو الشاعري والروحاني في نفس الوقت ده بتفضل لحد السحور، بيتسحروا كلهم لحد نهار أول يوم رمضان ما يطلع، وبعد كده يروحوا عادي. من العادات بتاعتهم بقى بينظموا حفلات فولكلورية على الشواطئ والمزارع وكمان المنتزهات، مية بقى، خضرة، أي حاجة حلوة كده استعدادا لرمضان يعني. الناس بقى اللي في القرى البعيدة اللي ما فيهاش بحر بيتجمعوا في بيوت يسمعوا في التلفزيون أو الراديو ثبوت الرؤية، وبعد كده بينزلوا يحتفلوا برضو في الشوارع عادي. وجبة الفطار عندهم خفيفة ولازم يدخل فيها موز أخضر، بيطبخوا مع لحمة بقى، سمك، أي حاجة. ولازم مشروبات برضو مع الفطار، يعني يطروا على قلبهم بقى عصير أناناس، موز تاني، مانجا عادي جدا كده يعني. السحور عندهم بقى شاي ورز بلبن، ودي برضو من الحاجات الغريبة جدا يعني. بينظموا وجبات الإفطار الجماعية في المساجد وكل الناس بتتشارك في الأكل ده، كل الناس، كل واحد لازم يعمل حاجة. بيسمعوا دروس ومحاضرات دينية سواء في المساجد أو في التلفزيون، وبيزينوا المساجد ويرمموها عشان تظهر كأنها جديدة في رمضان، وبيطلوها بقى بباقة من أبهج الألوان، وبيزينوها بالمفارش ويغيروا الرفوف ويحطوا مصاحف جديدة، وكمان بيغيروا إضاءة المسجد كله عشان يبان جديد. حيا أولاد حلال برضو بيقفلوا الكازينوهات والملاهي الليلية في البلد كلها بأمر من السلطات الحكومية. وبتختلف عادات الشهر الكريم من بلد لبلد، لكن كلنا بنتفق على حب الشهر ده. سلام عليكم.